أحد أشهر وأبرز العقول الجزائرية المهاجرة إلى أمريكا. سبق له أن نجح في اختراع أسرع روبوت في العالم بإمكانه كتابة 1300 سطر في الثانية، فضلا على جهاز سكانير للشركة العالمية سامسونج، ليصبح أكبر مختص في عالم الروبوتيك والهندسة الميكانيكية. إنه البروفيسور يوسف كمال تومي، نتعرف عليه في هذه الورقة. البروفيسور كمال يوسف تومي من أكبر علماء الهندسة الميكانيكية في العالم ومن أبناء الجزائر البار، ذاك الذي يحمل متلازمة الكفاءة والبساطة. ولد بقصر البخاري بولاية المدية سنة 54-900 وألف، تربى يتيم الأب. نشأ البروفيسور كمال تومي وزاول دراسته بمسقط رأسه. المفارقة العجيبة أن كمال تومي كان يكره الذهاب إلى المدرسة ليتعلم كغيره من الأطفال، لكنه كان يخلو إلى زاوية من سطح بيتهم مصمما وصانعا لبعض الآلات الميكانيكية. وما تبقى من الوقت يقضيه مع ميكانيكي الحي، يفكك ويركب المحركات من شتى الأنواع. وبطبيعة الحال كان يلقى اللوم من أمه التي كانت تمتعض من رؤيته متسخا ومهملا لدراسته وواجباته المنزلية. مرة على مرة يعني تجي تقول لك انت لما تكون كيما خوك، تقراك كيما خوك، وتكون كيما قام خوك، يعني فهذا الشيء يعني اللي كان لازم. الحاج خويا احمد رحمه الله يعني هو يعني اللي ربانا في الحق كله، وهو كان يعني لما الوالد قتل كان هو في عمره حوالي 12 سنة 11 سنة. افرض انت انسان يعني اليوم واحد عنده 11 سنة يرجع هو ربه. من بين اسرار تفوق البروفيسور كمال تومي حرص امه عليه التي كانت تحثه على التمسك بدينه. يعني متعلق يعني بالقران والتجويد والاحكام، فأنا كنت متساءل يعني كيف القراء يعني يعني يقرأ آية مثلا اليوم ولا سورة من بعد ستة أشهر أو عام من بعد، يعني يمكن يقرأ نفس السورة يعني نفس السيرة نفس الأداء. بعد بضعة أشهر قضاها بجامعة باب الزوار، أتاحت له شركة سوناكوم فرصة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار المنح التي كانت تمنحها الشركة الوطنية للدراسة بالخارج. انتقل الاهتمام إلى الهندسة الميكانيكية، فكان أول تتويج من جامعة سنسيناتي بولاية أوهايو بشهادة مهندس شهر جوان 1979. شغف التعمق في هذا التخصص والشعور بنقص التكوين جعل البروفيسور يعزف عن فكرة الرجوع إلى الجزائر لينطلق في طرق أبواب عدة جامعات أمريكية. فجاء الرد من جامعة MIT لتبدأ قصة عشق جميلة بين كمال تومي وأعتد الجامعات الأمريكية وأشهرها عالميا. الإنسان اللي عنده الأفكار الجيدة الطريبون زيدي هذه إينيدي يعني فكرة جيدة تخرج منها بليزير بيبليكاسيون، يمكن واحدة توصف فيها الفكرة، واحدة أخرى يعني تزيد تصلح في الفكرة هذيك، واحدة تروح تطبقها يعني في ميدان خاص كذا كذا، يعني يمكن يكون لك عندك 5-6-10 ولا أكثر يعني بيبليكاسيون في هذه النقطة واحدة. هما يرجعوا للنقطة هذه يشوفوا يعني هذا الفكرة انتهت. الفصل الأول من هذه القصة انتهى بحصول البروفيسور كمال تومي على شهادة الماستر في علوم الهندسة الميكانيكية شهر جوان 81، ليدهش بعدها العالم باختراعه لأسرع آلي في العالم، وذلك سنة 83، لينال على إثرها شهادة الدكتوراه سنة 85 بأطروحاته في التصميم التحليلي والتحكم. أوائل الثمانينات يعني المشروع بتاع الدكتوراه تاعي كان على هذا لا كونستركسيون، وثاني الاناليز ولا سانتيز ولا فابريكاسيون، يعني صنع هذا الـ يعني لي روبو رابيد، هذا الروبو السريع هذا. وكان يعني هو اكثر من كما قلت من قبل يعني من جانب السرعه كان يمكن حوالي 10 مرات اسرع من الروبوات اللي كانوا موجودين في تلك الحال.
ولكن من جانب نتاع الاكسيليراسيون يعني كان اكثر يمكن 50 مره اكثر من وحتى يعني لي ماتير لي ماتيريو اللي استعملناهم يعني من الالومنيوم اللي كومبوزيت يعني حاجات اللي حتى في الوقت هذاك يعني كانت يعني متقدمه يعني. ليفتح بعدها باب اخر للبروفيسور وهذه المره في مجال التدريس والتكوين، وعين أستاذا مشرفا على أبحاث الطلبة على الصعيد العالمي إلى غاية يومنا هذا. المؤهلات العلمية التي يحوزها البروفيسور مكنته من أن يكون خبيرا ومستشارا للكثير من الشركات والمخابر العالمية في عديد براءات الاختراع في مجالات دقيقة جدا من علم الهندسة الإلكترونية، إما منفردا أو بمشاركة علماء آخرين. وهو حاليا مدير مشارك في مركز الطاقة النظيفة وعضو المؤسسة الوطنية للعلوم بواشنطن وعضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين. كما نال العديد من التكريمات وحصد العديد من الجوائز وكرم جزاء لمجهوداته من طرف شخصيات عديدة من أمثال تيد كينيدي عضو الكونغرس الأمريكي وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق، بالإضافة إلى تكريمات داخل وخارج الجزائر. رغم ما توصل إليه البروفيسور كمال تومي إلا أنه يتميز دائما بتواضعه وأخلاقه العالية وكذا فخره واعتزازه الجلي بوطنه الجزائر وبلغته العربية وبدينه الإسلامي، فهو من رفع ذات يوم صوت الحق مؤذنا في إحدى كنائس بوسطن وافتتح لقاءات عالمية بالذكر الحكيم في كثير من المحافل الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن والبحث فأنا كما قلت بالنسبة لي يعني ما نقدر نتصور يعني واحد يمشي لوحده. هذا وكرم مؤخرا البروفيسور سنة 2013 بالجزائر ونال وسام العالم الجزائري.